بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على سيدنا النبي. الحمد لله رب العالمين، إذا سئل أعطى وأجب، وإن لم يسأل الله غضب. يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ورغب. من رضي بالقليل أعطاه الكثير، ومن سخط فالحرمان وجب. قبض قبضتين من الأرض، قبضة الجنة لرحمته، وقبضة النار إذا غضب. لا إله إلا الله، له الملك وإليه المنقلب، يحكم ما يريد فيما يريد، فلا تعقيب ولا عجب. خفي عن الخلق بنوره، واحتجب عنهم بشدة ظهوره. أفلح من التزم مع الله الأدب. تساؤل في نفوسنا تسألناه، وبأمل في قلوبنا رجوناه. بطل العجب إذا عرف السبب، فلا تسألن إذا ملك الملوك وهب. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، بتصلوا على سيدنا النبي. قالوا من البخيل؟ قال من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فصلوا على النبي. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم نطق بأفصح الكلام، وجاء بأعدل الأحكام. النبي محمد ما قرأ قط ولا كتب. اسمع معي وتمعن في نسب الحبيب محمد. الأب يموت ولا يراه، والأم لغريبة حليمة السعدية ترعاه، فلا حلال ولا مع الصغار لعب. عم كفله ورباه، وعم هو أسد الله، وعم قال فيه الله: تبت يدا أبي لهب في نار ذات لهب. صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه. يقول جابر: خرجت في ليلة مقمرة، ليلة القمر فيها منير، فنظرت في السماء. يقول جابر: حينما رأى القمر بهيا منيرا في السماء، قال: يا رب، لو أن هذا القمر الذي في السماء ينزل على الأرض، فإذا بجابر يجد القمر على الأرض، فينظر في السماء، فيجد القمر في السماء، وينظر على الأرض، يجد القمر على الأرض، فيقول لنفسه: يا جابر، أقمر في السماء وقمر في الأرض؟ يا جابر، أقمر في السماء وقمر في الأرض؟ فإذا بقمر الأرض يقول: يا جابر لا تعجب، فإني رسول الله، فوالله لرسول الله أبهى من البدر ليلة تمامه. هذه الليلة ليلة التكريم وليلة العزاء. ليلة تكريم، والتكريم نوعان: تكريم في السماء، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مختبر. وتكريم في الأرض، إذ ينادي المنادي: فرش لعبدي فراشا من الجنة، ونعموه بنعيم الجنة. الله ربي أسأل أن يجعل صاحب هذه الليلة في الجنة. استضفنا لكم
علم من اعلام دولة القرآن الكريم بمصر والعالم الاسلامي، والعائد الينا منذ ايام قلائل من رحلة قرآنية حول العالم الاسلامي من دولة جنوب افريقيا ومن موزمبيق، وهما رقم 37 دولة في الحفلات القرآنية حول العالم، والاكثر شعبية حقيقية، وقارئ الابداع الاول وملك المقامات القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، والذي نسعد به دائما عبر اثير اذاعة القرآن الكريم، قرآن الفجر وقرآن الجمعة والامسيات الدينية، كما سنستمع اليه في قرآن فجر الليلة من مسجد نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها، كما سنستمع اليه غدا باذن الله تعالى عبر موجات التلفزيون المصري من ساحة مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه. القرآن الكريم داعي القارئ الابداع الاول وملك المقامات الدكتور عبد الناصر حرك الى منصة التلاوة. الله ربي اسأل له التوفيق والسداد، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، فليتفضل معالي الدكتور مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان
الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله.
فاستعذ بالله. إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله. فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة هذا
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا لم تأتي بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يا رب.
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يستكبرون عن عبادته ويسبحونه. يستكبرون عن عبادته ويسبحون. ويسبحونه وله يسجدون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. رسوله إن كنتم مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اسمعوا يا رب اسمعوا يا رب اسمعوا ساكت انت اسمع براحتك يا رب اسمع براحتك يا رب اسمع براحتك يا رب اسمع براحتك يا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
يعملون. صلى النبي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا. حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كريم.
الله يتقبل منك. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين. يجادلونك في الحق بعدما تبين. يا جميل يا سيدنا النبي صلى الله عليه. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذلك.
أكابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. سبحانه وتعالى جل شأن الله. ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. وما جعله الله إلا بشرى. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم. Mm-hmm.
سيد. نعمت عليك يا رب. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. وما جعله الله إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرى به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وأنا أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس وعلى مكث ونزلناه تنزيلا. وبعد خطنا خط الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك الشركة العالمية الكبرى لمكبرات الصوت الحديث والساندات الكبرى تحت إدارة الحاج حسن العناني بزري مخازن الفرش الكبرى وقصور ضيافة المتنقلة على مستوى جمهورية مصر العربية تحت إدارة الأستاذ شريف أبو الفتوح المقيم بصندوق الهندسة الكهربائية الكبرى لأطهر محطة بيزا الكهربائية والخدمات الفندقية المتميزة تحت إدارة البشمهندس مدحت محمد عبد الوهاب بن جاي وشكر الله ساكم جميعا.